المعلم المتميز يحفز الأمل، يوقد الخيال، ويزرع حب العلم. مبادرة الأستاذ الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، لتدريب 1000 معلم من معلمي المدارس الحكومية. تم بناء الآلاف من المدارس، وازدادت نسب المقيدين بها في أنحاء الجمهورية. وكانت رؤية الجامعة الألمانية بالقاهرة أن المحرك الرئيسي وجوهر العملية التعليمية هو المعلم، فكانت هذه المبادرة المستمرة. هي مبادرة قامت بيها الجامعة علشان مساعدة البيئة المحيطة لنا اللي هم جيراننا اللي في القاهرة الجديدة. استمراراً لهذا الدور، فقد تواصلت الجامعة مع إدارة القاهرة الجديدة التعليمية لتقديم مبادرة تدريب معلمي المدارس الحكومية. استهدفت الجامعة الألمانية بالقاهرة تدريب 1000 معلم من إدارة القاهرة الجديدة التعليمية خلال عامي 2014 و2015. استغرق التدريب 5 دورات، مستهدفاً 150 إلى 250 متدرب في كل مرة، وكانت كل دورة تدريبية تشمل 10 أيام بإجمالي 80 ساعة تدريب. أنا سعيد جداً بحضوري في الجامعة الألمانية، واستفدت استفادة كبيرة جداً، لأن البرنامج اللي مقدمه الجامعة برنامج في منتهى الأهمية لكل معلم. المبادرة استفدنا منها كتير، زادت لي حاجات جديدة وجميلة وخبرة. حقق التدريب نتائج مبهرة، حيث حصد طلاب مدارس القاهرة الجديدة المراكز الأولى بالشهادات، انعكاساً للتحسن الملحوظ في أداء السادة المدرسين نتيجة التدريب. فادتني كتير تربوياً، إن هي جددت معلوماتي. دورة جميلة جداً لأنها صحت فينا حتة التعليم المستمر. بيشكل مستقبل مصر أو مستقبل أي مجتمع هو التعليم الأساسي، فكان الفكرة إن إحنا عندنا النوهاو وعندنا الإمكانيات، فقلنا إحنا ليه ما نساعدش بلدنا ونحل مشاكل بإن إحنا نعمل نوع من أنواع رفع الأبجريد للأبليفت للمدرسين. إن الجامعة الألمانية بالقاهرة على يقين بأن دورها لن يتوقف عند العملية التعليمية فقط، إنما مساهمتها في الدور المجتمعي جزء لا يتجزأ من مسؤوليتها نحو المجتمع.